شو مهمة السنديك؟ صعيبة؟ صعيبة. علاش؟ صعيبة لأن كاين مسألة نتاع الوقت، كتاخذ واحد الوقت كثير. مثلا نعطيكم مثال، الإقامة اللي فيها أنا فيها 94 شقة، ف 94 شقة ما يمكنش الواحد يجريها بالإضافة إلى مهامه اللي مثلا إما الوظيفية أو هذا، غير استيفاء الواجبات أو مسك الحسابات أو كتطلب واحد الوقت كثير، بالإضافة إلى المسؤولية، المسؤولية العقدية والمسؤولية الجنائية اللي من المفروض أن السنديك هو خاصه يكون واعي بها ويتحملها. الدور نتاع السنديك ماشي دور غير اعتباطي، هو الواحد من كيتحمل دور نتاع السنديك راه خاصه يكون بعد عنده إلمام بالقانون وإلمام بالمسائل اللي غيمكن له يقوم بها على أحسن وجه. إذا ما كانش بغى يقوم بهذا الدور هذا على أحسن وجه، فلا داعي، لا داعي أنه يتقدم للدور نتاع السنديك. أستاذة، أنت محامية وسنديك، بغيت نعرف فين كيبدأ الدور ديال السنديك وفين كيسالي، من ناحية القانونية، من ناحية التدبير، من كل شيء. وكيبدا الدور نتاع السنديك من الانتخاب ديالو، أول هذاك ملي كيتقلد المهام ديالو سنديك، فهو كيقوم بواحد الدور جد مهم، لأنه كيجيغي ذاك الملكية المشتركة، كيحافظ عليها، كيحافظ على الأمن ديال الأبواب، كيجيري ذاك الواجبات اللي كياخد، كيجيري به جميع الإصلاحات المهمة بالنسبة للإقامة، وكينتهي الدور ديالو منين كتنتهي إما المدة ديالو أو بالاستقالة أو بالوفاة. ولكن